السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة بغيت داري، بالنسبة للناس اللي ما شافوش هذا العرض، راه مازال ما شافوا والو وراه فاتهم الكثير، ولا بد ما تشوف هاد لابارتومون اللي هي حقيقة راه سبق درناها في واحد الفيديو سابق، ولكن دابا غادي نضطر انني نديرها بالنسبة للناس الجدد اللي عاد داروا اشتراك معنا في الاونه الاخيره. راه تبعت هنا شي حاجه ومازال بقى شي حاجه مطروحه للبيع، وهذه ايضا فرصه باش تعرفوا النوعيه ديال لي زابارتمون وتعاود تاخذ فكره اخرى. الى فاتك هذا العرض هذا راه يعني كما قلت لك فاتك الكثير، يعني هذا المقاول تبارك الله عليه ما شاء الله يعني وصل لواحد القمه الابداع، وهادشي اللي غنشوفوه في هاد لابارتوم. يعني بالنسبه للعماره هي ار بلس 3، وبالنسبه لهاد المقاول عنده جوج ديال العمارات لصقهم، يعني خرجوا له 6 ديال لي زابارتوم او 8 ديال لي زابارتوم، يعني كما قلت لكم تقريبا باع النص وباقي النص. ومجرد ما كنطلعوا يعني كندخلوا حيت كل ايطاج فيه بارطمان، يعني ملي كنبغيو ندخلوا البارطمان ديالنا كنلقاو هاد الديكوراسيون اللي كيجي فاص معاك اللي شفناه، ولكن باش نزيد نوضحوا اكثر حاولت نرجع شويه باش تفهموا كيفاش جا الديكور، يعني بشكل يعني تكون الصوره كبيره وواضحه باش تعرفوا الديكوراسيون علاش دار هنا. وانا كنعرف بان هاد النوعيه ديال البيبان حبيتوها بزاف، وهاد المقاول راه ديجا شفنا عنده بعض النماذج، حيت راه كيدير ماشي غير البراطم الكبار، كيدير لي زابارتمون الكبار والصغار، وهادو من لي زابارتمون الكبار يعني المساحات اكبر ما كاين 150 متر. دابا هادي اللي كنشوفوها 150 متر، كتكون من 3 ديال الغرف ومطبخ، مطبخ بطبيعه الحال مجهز، صالون سيجور، وجوج ديال الحمامات زائد بالكو. الاطلاله ديال العماره مشمشه، قدامك مسجد ومساحه خضراء اسباس فيغ. كندخلوا للدار مباشره على اليمين ديالنا كنوجدوا صالون سيجور، كما لاحظتوها مزوده بلاكليم، ان شاء الله غادي نعطيكم المعلومات الكامله ديال هذا البراط. بدايه من الموقع، الموقع اللي هو مدينه القنيطره تجزئه اليونس، اليونس القديمه، اليونس راه ولات على جوج، كاين اليونس 3 كاين اليونس الاولى اللي معروفه بزاف هي الاولى، هذه راه جات في اليونس الاولى اللي جا فيها المول، مول المهديه واللي ولاو تعرفوه بزاف ديال الناس. وهذه بالضبط في ديك اليونس القديمه جات قرب المرافق ديال الدوله، قرب المحكمه والمحافظه اللي غيدارو تما. بعد ما دخلنا على الصالون والسيجور، الى جينا ندقوا الملاحظه راه عندنا جوج ديال السيجورات، كاين سيجور خلف المطبخ، هاد السيجور هذا حيت المطبخ راه بقى ورايا، وكاين سيجور اللي شاد في الصاله. انا من هنا غنوضح لكم الرؤيه مزيان، يعني جوج سيجورات زائد صالون. نجيو اخوتي للمطبخ، قبل اي حاجه يعني غنذكر بان هذا الباب هذا كيمشي كوليس، ماشي داك الباب اللي كيتحل وكيطرد، يعني هذا كيحافظ حتى على ليسباس وعلى المساحه. كنذكر بان باقي السفلي ديالها، السفليه حتى هي رائعه رائعه بزاف، بلاكور ديالها يعني كوزينه بالضوايا، كليسه فيها ما شاء الله، وداك الشيء جاي متول ومبهج كيفما كتبغيو، ولا بد حتى هي اللي مهتم بها ماشي مشكل ديال الفيديو. بالنسبه للمطبخ دابا انا اللي كنصور البرومي ليطاج،
هذا البرومي ليطاج اللي انا فيها مساحه 150 متر بالنسبه للسفليه حتى هي راه فيها ثلاثه ديال الغرف ولكن مساحه 140 متر. شوفوا تبارك الله هذا المطبخ الرائع اللي ما عندك ما غتقول عليه وكيتقاد الكلام لا فينيسيو يعني ما غاديش نقدر نهضر عليها. شي باش قلت لكم راه اللي ما شافش الفيديو راه فاتو الكثير خصوصا الناس الجدد. دابا الناس اللي كيتابوناو معنا كيلقاونا ديجا حطينا مثلا فيديو واحد دوم ولا هذا يعني في حالة الا كان باقي شي حاجه من هذاك العرض راه حنا كنعاودو فيديو للناس الجدد باش حتى هما يعرفوا القديم ديالنا والجديد ديالنا. رغم ان الفيديو راه كيبقى في القناه ولكن ملي كتعاودو كيكون من الافضل. هادو بعض الديكورات ديال الحيط وانا كتعرفوني باني كنحاول نركز على التفاصيل الصغيره والكبيره ما كنبغيش انا نصور بواحد الطريقه مزروبه يعني واخا الفيديو كيجي فيه شويه الوقت ولكن يعني كتكون الافاده مزيانه وهذا اهم شيء حيت اللي غادي يشري راه ما غاديش يهمو الفيديو في 5 دقائق ولا 7 ولا 8 ولا 20. المهم هو ان المعلومه كتوصل مزيانه. بالنسبه للغرف قلت بان عندنا 3 ديال الغرف وانا اكيد على عارفكم كتنتظروا الثمن. الثمن راه ابتداء من 82 مليون اونص باقي السفلي وباقي البرومي ليطاج وباقي الطرواز زيام ليطاج. كاينين 3 ديال الغرف. كاين عندنا الغرفه الاولى اللي شفناها دابا مازال عندنا يعني جوج الغرف اخرين. هذا الحمام يقول لك واحد المثال خير الكلام ما قل ودل يعني لا داعي لسا مشيت كلم بزاف قاش هي الصوره كتهضر ولا فينيسيو راه باين. بالنسبه لهذا الحمام هذا جيب لا كابين دوش ديال الزاج هنا بلاصه تدواج كي شفتو لابياج تقريبا ديال العود راه الدار تقريبا كلها مديكوريه بهاد الستيل. كاين هنا عاود هادي في الصالون كاين واحد الشكل هنا عاوتاني ديال لابياج اللي كيعطي واحد الديكور. ايضا هنا عندكم عاوتاني واحد ديكوراسيون خفيف تقدر تزيد توضع بعض الديكورات هنايا. مازال لينا الان جوج ديال الغرف بعد ما شفنا الصالون السيجور وشفنا المطبخ وشفنا الحمام وغرفه نتوجهوا الان ونشوفوا هاد الغرفه اللي جات فيها حمام ثاني بعد ما شفنا الحمام الاول. هاد الغرفه هذه هي اللي نقدر نقول عليها سويت بارونتال اطلاله زعما هاد العماره بعدا باش تكونوا عارفين راه ما قدامك حتى شي حاجه ما عدا مسجد واسباس فيغ قدامك حتى شي عماره. بالنسبه للبلو راه كاين مسجد غيكون واحد الجريده يعني غتجلس وانت مرتاح 100%. هاد راه مازال كيشعلوا بالضوء وراني ما شعلتش الضوء هاد باش كيزيدو يعطيو الديكور هنا في الحيط. وبالنسبة لهاد الغرفة هادي اللي قلت لكم فيها حمام أو بلاكار، هاد البلاكار هذا راه فيه بلاصة لي طاجير فيه بلاصة الحوايج طوال وفيه حمام ومي كيتسد راه كيبان يعني عادي. وعندك هنا الحمام، حمام كبير إلا شتي بلاكار من برا تقول راه هاكو شي حمام صغير راه حمام كبير، حمام مزيان مخير كاع.
مساحة أخوتي ديال هاد الدار هي 150 متر، كتواجد في مدينة القنيطرة، والثمن بادئ من 82 مليون ونص. مازال السفلي ومازال فيها البروميير ليطاج هادي اللي كنصور، ومازال فيها التروازيام ايطاج، يعني باد فيزافي قدامك، يعني كما لاحظتوا غادي يكون اسباس فيغ ومسجد. اللي مهتم بها راها حاليا مازال مطروحه للبيع، واللي بغى شي حاجه اقل من هذا الثمن من نفس هذا المقاول وعجبوا الفينيسيو ديال هذا المقاول، راه تنقول لكم راه هذا المقاول راه تايقول المتتبعين ديالي راه عنده شي حاجه صغيره، يعني شي حاجه اقل من 40 مليون. واخر تنبيه غنبهكم ان شاء الله غادي نطرحوا واحد الفيلا للبيع، فيلا مفرشه للبيع، ميني فيلا، شي حاجه اخوتي راه غادي تبهركم، اكيد اكيد غادي تبهركم كيف ما بهرتني انا، حيت فيها شي حوايج ما نقدرش نحرق المراحل، خليكم حتى تشوفوها وترقبوا هذا الفيديو، هذا مهم بزاف، هذه الفيلا هذه مهمه بزاف، راه ان شاء الله في هذه الايامات غادي نحطها. لا كتب الله، وكنتمنى يكون حد هاد البارطمان اللي جيت بها تكون مزيانه وتنال الاعجاب ديالكم وتخليوا لي تعليق عليها، وكتعرفوا انا كنصور بشكل مباشر، يعني ولا بد تكونوا اخطاء ولا بد تكونوا معلومات بعض المرات شي حاجه تنساها، داكشي باش انا راني كنخلي لكم رقم الهاتف اللي ممكن تواصلوا معايا مباشره على الواتساب، اولا تواصلوا يعني سوني وديريكت، وانا راني موجود وغنعطيكم كاع المعلومات اللي بغيتو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.